نظمت هيئة شارقة للكتاب صباح هذا اليوم مؤتمر شارقة الدولي للكتاب الذي يستمر على مدى يومين بتاريخ 8 و9 من شهر نوفمبر الجاري. طبعا كان يسبق المؤتمر برنامج قبلي وكان يوم أمس تاريخ 7. البرنامج هذا كان فيه 3 برامج للتدريب للمهنيين والمتخصصين في مجال المكتبات. في برنامج المؤتمر هناك العديد من التدريب في قطاع المكتبات. في المؤتمر هناك يشارك العديد من الشركات التي تستعرض آخر تطورات في مجال التكنولوجيا التي تعنى بخدمات المكتبات بكافة أنواعها. طبعاً تشارك مكتبات شارقة العامة هذا العام بكونها راعي، وكذلك تقدم برنامج، سيكون هناك برنامج عصر هذا اليوم، وهو يتحدث عن أهمية دور المكتبة في إثراء مقتنيات المكتبة من ناحية البحث العلمي.